مساء الخير مشاهدينا. تنطلق ابتداء من يوم غد مباراة الأسبوع 14 من الدوري الأردني لكرة القدم، ويلتقي فريقا اليرموك والصريح في الساعة 17 على استاد عمان في أولى مباريات الأسبوع. ونوجه عناية المشاهدين بأن الإعلان عن وقت المباراة فيما سبق وهو تمام الساعة 3 هو خطأ، تم تصحيحه الآن، وهو الآن أصبح الساعة 17 تنطلق المباراة على استاد عمان. في مباراة ثانية يسعى فيها اليرموك للعودة لسكة الانتصارات، ويطمح الصريح لتعويض الخسارة أما أمام شباب الأردن في المرحلة السابقة، هذا وتستكمل المرحلة يوم غد بقمة مبكرة تجمع الجريح الفيصلي بثلاثية الرمثة المرحلة السابقة مع العربي صاحب التعادل في الوحدات في نفس المرحلة، فيما يواجه شباب الحسين فريق الجزيرة والمنشية مع الرمثة. وتختتم المرحلة يوم الثلاثاء بقمة كبيرة تجمع الوحدات مع البقعة في مواجهة لا تقبل القسمة أبدا. أما شباب الأردن فينوي مواصلة الانطلاقة القوية والصدارة من بوابة ذات رأس. خسر فريق الرياض الأردني فرصة التواجد على منصة التتويج لبطولة دبي لكرة السلة بعد خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث أمام الأهلي الإماراتي بنقطتين بعد 100 مقابل 86. وكان الرياضي قد خسر نصف النهائي أمام الحكمة اللبناني يوم أمس، وكان يسعى لخطف المركز الثالث على أقل تقدير في هذه البطولة القوية، لكنه لم يتمكن من تجاوز صاحب الأرض والجمهور الأهلي، مع العلم بأن الرياضي كان قد حقق الفوز عليه في الدور الأول. وعربيا، أحرز المنتخب الإماراتي لقب بطولة كأس الخليج بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب العراقي بهدفين لهدف. وتقدم المنتخب الإماراتي عن طريق عمر عبد الرحمن في الشوط الأول، ثم عدل يونس محمود النتيجة قبل نهاية الشوط الثاني. وفي الأوقات الإضافية تمكن المنتخب الإماراتي من تسجيل هدف الفوز الغالي عن طريق سعيد الكثري، وبهذه النتيجة ضمن الإمارات كأس الخليج في حوزته لهذه النسخة. وإلى الأجواء الإسبانية، حيث اعترف بعض نجوم من فريق النادي الملكي ريال مدريد بحدوث بعض العتب بين المدير الفني لريال مدريد جوزيه مورينيو مع نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو، وكان ذلك مع نهاية مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الملك أمام فالنسيا، والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي. وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت عن أن مورينيو كان مستاء من المساعدة الدفاعية التي يقدمها كريستيانو للفريق، وقام بتعنيفه أمام باقي أعضاء الفريق. ويأتي هذا الخلاف بالوقت الذي يمر فيه الفريق الملكي بمرحلة من عدم التوازن، وتنتظر مواجهة متجددة يوم غد أمام فالنسيا، لكن هذه المرة في الدوري. تواصلت هيمنة بطل العالم سبيسيال لوب على رالي مونتي كارلو، وتقدم بفارق كبير عن أقرب المنافسين، وذلك قبل المراحل الختامية من السباق. وقد حرص الفائز لتسع سنوات على التوالي بلقب بطولة العالم للراليات على عدم ارتكاب أي خطأ يدله على الانسحاب. وكان الفرنسي مطمئنا، خصوصا بعد أن أنهى يوم أمس متقدما بدقيقة و47 ثانية عن أقرب منافسيه، وذلك فارق كبير بمقاييس الرالية. ويحتل المركز الثاني سبيستيانو جي، وكان المركز الثالث من نصيب سائق قطر الروسي نوفوكفو، بينما يوجد معركة خاصة على المركز الرابع والخامس والسادس بين لاتفالا وهافنن وبيتر سولبرغ. فاز البلجيكي فريدريك روبرت بالمرحلة الخامسة لطواف بونغو للدرجات الهوائية بعد منافسة كبيرة طوال فترات السباق. وبدأت المرحلة بتنافس حاد على المقدمة بين كل من بيير رونالد وإليام، اللذان تقدما بفارق كبير عن المجموعة الرئيسية. وجرى تدافع كبير تجاه خط النهاية بين معظم المشاركين، غير أن الغلبة كانت من نصيب البلجيكي فريدريك روبرت الذي أنهى المرحلة في 4 ساعات و36 دقيقة و50 ثانية. وقد أفلح الإيطالية أندريا في إنهاء المرحلة ضمن المجموعة الرئيسية أيضا، ليحافظ بذلك على صدارة الترتيب العام.
استضافت النمسا فعاليات الجولة الثالثة لبطولة كأس العالم لمركبات التزلج وسط مشاركة كبيرة من أبطال هذه اللعبة، وقد أفلحت روسيا يالينا في الفوز بلقب السيدات بدقيقة وخمسين ثانية لتتغلب على الفائزة بالجولة السابقة الأمريكية نويل بيكوس التي حلت ثانية، بينما كان المركز الثالث من نصيب ماريا أورلوفا. وفاز الثنائي الألماني ساندرا كارياس وفرانزيسكا بلقب منافسة مركبات التزلج الثنائية بدقيقة وثمان وأربعين ثانية، وكان المركز الثاني من نصيب الفريق الكندي المتألق كايلي هانفرز وتشيلسي فاليوس. I'm sorry.